بعيدا عن الجزائر، مشاهدينا الكرام، تعهدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مطار أبها الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لردع مثل هذه الهجمات. وأشارت السعودية في رسالة إلى أن الحوثيين اعترفوا بمسؤولياتهم عن استهداف مطار أبها، وأوضحت أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم في الهجوم، وأضافت أن النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود. دعونا نتناقش في تطورات الوضع مع دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. يا دكتور، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بك. يعني هذه التطورات والانتهاكات التي ترتكبها إيران، يعني وبوسيلة أو بأداة الحوثيين المتكررة ما بين الحين والآخر، تداعيات الموقف. الموقف متوتر في المنطقة منذ عقود بين إيران وجيرانها، والسبب في سبب إيران نفسها، لأنها دولة متسمة بالعدوانية، دولة ينص دستورها على التوسع على حساب جيرانها، اعمال الارهاب بكل الوسائل، وسيله من وسائل الدعايه ووسائل تنفيذ مشروعها التوسعي. ما حدث في مطار ابها قبل امس عمل اجرامي، عمل حرب فعلا مفتوحه على منشآت مدنيه. المطار مطار مدني يؤمه عشرات الالاف يوميا من المسافرين والمغادرين. الحوثي يعترف تماما انه بعث بهذا الصاروخ التجميلي الذي يستخدمه الحوثيين لاول مره، وهو من نوع مختلف تماما، يعني له قدره تجميليه. بكل الاسف ايران تزود اذرعها الايرانيه في المنطقه باسلحه ذات تاثير بالغ، بينما تزود حماس بأسلحة فاسدة، أسلحة لا تؤثر. ولذلك إيران مستهدفة كل المنطقة العربية والبلاد العربية، والمملكة العربية السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق أن تطلب من مجلس الأمن أن يكون له موقف، ومن المجتمع الدولي أن يكون له موقف. إيران تجاوزت كل الحدود في تعدياتها على المنطقة العربية، وعلى السفن وعلى الممرات المائية وعلى الملاحة الدولية، وعلى مخالفة لكل الأعراف والنواميس والقوانين الدولية. ولذا المملكة ليست وحدها في مواجهة إيران، إنما العالم كله الآن، لأن إيران تهدد كل العالم من خلال قطع البترول أو يعني تهديد الملاحة الدولية لتزويد العالم بأهم طاقة لإنعاش الاقتصاد العالمي. طيب، يعني دكتور محمد، حضرتك أشرت بأن إيران ربما استخدمت بعض النقاط الجديدة والآليات الجديدة في هذا الاستهداف الأخير الخاص بمطار أبها. إذن ما الذي يجب أن تفعله الأراضي السعودية الآن على الرد على هذه الانتهاكات التي ربما تطورت بشكل كبير في استهداف يعني السعودية بشكل مباشر؟ السعودية عندها قرار حاسم لن تتنازل عنه، وأنها لن تسمح بوجود فئات متطرفة في اليمن تهدد أمن السعودية وأمن اليمنيين. تدخل السعودية في اليمن هو مناصرة للشرعية وللشعب اليمني، الذين اختطف قرارهم من خلال فئة قليلة إرهابية مدعومة في إيران لا تتورع هذه الفئة أن تحارب الشعب اليمني وتجوعه وتدمر مدنه وتدمر مستشفياته ومدارسه، وتزج بأطفال اليمن، تخرجهم من المدارس وتزجهم بالمعارك. صحيح. إذن هذه الفئة عدوانية على الشعب اليمني قبل أن تكون ذات يعني مغزى تجاه يعني هذه الانتهاكات. صحيح. يعني كما أشرت دكتور محمد، لا تستهدف فقط السعودية ولكن تستهدف الكثير من الأراضي العربية، ولعل من أبرزها الأراضي اليمنية. دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات.